شكرا لكم مستمعينا في الحقيقة اللي كتقاسموا معنا التجارب ديالكم واللي كنستافدوا منها، فلولاكم ياك ما بالفعل كانش غادي يكون البرنامج ناجح. أكيد. ناخذوا أمينة من مدينة الدار البيضاء، ودائما نذكركم برقمنا 0522 77 24 24. أمينة 300 درهم في الأسبوع، هذا هو الدخل ديالها وعندها سوء التدبير. مساء الخير أمينة. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لاباس عليك؟ الحمد لله، الله يبارك فيك أمينة، تفضل. انا لي الحظ نشارك معكم في البرنامج، كنتفرج فيه بزاف وعجبني وبغيت نشارك معكم. شكرا امينه. مرحبا امينه، وشكرا لك على الثقه ديالك. بارك الله فيك. وشنو كتسالك؟ الحمد لله بخير، الله يلا الحمد لله. انا كنت شدت 3000 ريال في السيمانه خدامه في المخبزه وما كاينش لي حتى شي حاجه، بغيت نعرف كيفاش نسير الصيمه ديالي، فهمتي؟ اها، شحال هادي وانت كتشتغلي بهذا الثمن؟ انا دابا 3 سنين دابا وانا خدامه به. 3 سنين وانت خدامه كتاخذي 300 درهم في السيمانه؟ وكنخلص بها الكره كاريه بها. يا بلاتي، واش ما لقيتيش ما احسن منها؟ ما لقيتيش؟ لا ما لقيت، ما قلبت وما قلبتي الشركات وداك. اشنو العمل دي؟ اشنو اللي عندك شي ديبلوم في شي حاجه؟ عندك شي تكوين؟ لا ما عندي والو، ما عنديش ديبلوم. لا واش كديري في المخبزه؟ يعني فوندوز ولا لا غير كنخدم مع داكشي ديال ماكريم، خدامه مع حلاوي مساعده ديالو. مساعده ديالو. 3 سنين ما تعلمتيش انت شي حاجه؟ لا مازال ما تعلمت والو. علاش؟ كيعلموش فهمتي؟ دابا انا غير هذا المشكل، هذا المشكل علاش ما كيعلموش؟ هذا هو النقطه اللي غادي نناقش معك، ما غاديش ندخل معك في التفاصيل ديال المصروف لقاش هذه هي النقطه اللي بالنسبه لي انا اساسيه. اسمعي لك سهام، بنت كتخدم 3 سنين كتاخذ 300 درهم، واحد المعدل ديال 1200 درهم في الشهر مده 3 سنوات. السؤال اللي كيتبادر للذهن مباشره هو امينه شحال ناويه من عام اخر غتبقى خدامه ب 300 درهم في السيمانه؟ حيت ما لقيتش واحد لي. لا ما سولتكش هذا السؤال، جاوبني على السؤال ديالي. يعني في التخطيط ديالك في العقل ديالك واش كتظني غتبقي خدامه 3 سنين اخرى ولا 10 سنين اخرى ب 300 درهم في السيمانه؟ وما جمعت والو، ما دارت لي عندي. لا كتهربي من السؤال. كتهربي، ما تهربيش من السؤال ديالي. يعني واش كتخيلي نفسك من بعد 3 سنين شحال السن ديالك؟ عندي 31 عام. 31 سنة، واش كتصوري غتولي عندك 34 سنة و 37 سنة و 40 سنة وأنت كتاخذي 300 درهم في السيمانة؟ يعني عندك الحق. ما كتشوفيش الناس السيدات اللي خدامين في المساعدات في البيوت، سمعتي كيتصلوا بنا ياك؟ سمعتيهم؟ كنسمع. شحال كياخذوا في الشهر؟ كيتخلصوا مزيان. كيوصلوا 2000 درهم، كاين 2200 وكاين 2500 درهم. غير كتلقى واكله وشاربه، بعض المرات تلقى شي ربات بيت مهليه فيها وفي المناسبات وفي غيرها، زعما اشنو يخليني باكن على 300 درهم في السيمانه وما تعلمت حتى شي حاجه؟ لا زعما انا هذا هو اللي مهم عندي، لقاش برنامج كيدير مع المصروف. انا 3 سنين استاذ محمد بن ساسي، ولو ان الشخص اللي انا كنكون معاه ما غاديش يعلمني وما غاديش يوريني بزاف الاسرار، وانا ما نقدر نسرق الصنعه. ياك انا ما نتسناش هو يقول لي اجي ها كيفاش دير كيفاش دير، خاصني انا خاصني نخرج عينيا، انا خاصني نكون عندي ذاك الحضور، انا خاصني يكون عندي ذاك الهم اني نتعلم، ذاك الهم اني ناخذ الصنعه. وعبرتي بديك الكلمه ديال نسرق، لقاش بصح بعض الناس ما كيبغيوش يعطيوك، لكن حقي هذا. ماشي بعض الناس، 99% ديال الناس استاذ بن ساسي ما كيعطيوكش الاسرار ديال النجاح ديالهم. كتذكري الشاب اللي كان تواصل معنا في الموسم اللي فات اللي قال لك خدام مع واحد الباترون كيعطيني 2500 درهم والله يجازيه بخير وكيدعي معاك؟ لانه كان كيعلمو. عقلتي قال لك اسرار المهنه عطاها لي كلها، ودابا انا خدام معاه 3 سنين. سمعت اسمعي امينه، خدام معاه قال لي دابا 3 سنين باقي كنتذكر مازال، قال لك وفرت فيها 90000 درهم، يعني 2500 درهم كلها كيوفرها. قلت له طيب كيفاش كدير ليها؟ انت كتاخذ 2500 درهم وكتوفر 2500 درهم شهريا. قال لي هذيك البركه اللي كنمشي نصوب بريكولات في العماره، هذا كيدور معايا 100، هذا 150، هذا 200، هذا 60 70، هو باش كنمشي مع مقاول. نعم. قلت شنو الطموح ديالك؟ قال لك الطموح تاعي ان شاء الله من 3 سنين اخرى باغي ندير شركه ديالي مستقله، والباترون اللي خدام معاه كيتمنى لي ندير شركه، كيحفزني وكيشجعني. ما شاء الله. هالنوع ديال ديال ديال
ديال أرباب العمل اللي كيعلموا. احنا كنا رفعنا التحدي البارح أستاذ محمد بن ساسي. بالفعل هذا هو التحدي اللي رفعنا البارح كيدخل في هذا السياق. طبعا الله يخليكم، اللي عنده شي واحد كيشتغل معاه، والآن كنوجه نتاه تاعيل هاد مول المخبزة إلا كان تسمعني، ولا أي واحد عنده مخبزة، ولا عندك محل ديال الميكانيك، ولا ديال الخياطة، ولا أنت بلومبي ولا تريسيان، أرجوكم علموا الناس اللي معاكم. لحقاش واحدة من بين أهم عنصر في الناس الناجحين عالميا، وانت واحد منهم إن شاء الله أخي الكريم أختي الكريمة، هو أنك تشوف النجاح ديالك في النجاح ديال الشخص اللي كيشتغل معك. إذا أنا تنقول أمينة هذيك 300 درهم واحدة من زوج، غادا تعلمي الصنعة ولا خرجي منها واحد على الأقل واحد 100 درهم وصري خلص على راسك الخياطة وتعلمي الفصالة وودعي ديك المخبازة. نعم شكرا لك أمينة من مدينة الدار البيضاء.